السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، أسعد الله مساكم بالخير جميعا. حاليا أنا متواجدة في قرية الحلا إلى وجهة مجهولة، ترقبوا بعد شوية وين بنسير وإن شاء الله تكون طلعة عاد وصلنا عند أم سالم، عندها مفاجأة جميلة بتراوينا بلادها. بتراوينا شو أم سالم؟ ليبال العزبة. أباش تخبر المتابعين احنا وين بالضبط؟ احنا في منطقة الحلا في سمة، هاي وادي سمة. يسموها وادي سمة؟ ليش يسموها وادي سمة؟ والله ما اعرفهم. يمكن مفروض مثل ما سمعتوا نحن متواجدين في وادي السمة في منطقة الحلا. طبعا كان خاطر ام سالم انها تشوفني وحققنا لها حلمها ويينا زيارة. ام سالم انت شو تبي تعرفينا؟ شو تبي تراوينا في هالمكان؟ شوف المناطق، شوف اباش لا 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 تذكري لي كل شيء، تخلي المتابعين يتعرفوا على كل شيء بالاسم. عاد ام سالم الحين راح تاخذنا جوله في عزبتها، ما شاء الله عنده تبارك الرحمن من الخير وايد، الله يبارك ويرزقكم اكثر واكثر يا رب العالمين. هذه هوش انواع اشكال، المتابعين اغلبهم يمكن مدمنين على هالامور، قولوا تبارك الرحمن، قولوا ما شاء الله. هذه غنم، هاي مال بنتي فاطمه. وش عاد هذه انواعها؟ اشكالها غريبه وعجيبه. هذا النوع ونا باكستاني، شفتوا كيف ما شاء الله تبارك الرحمن. انتوا تبيعوا حلال؟ اي يوم عندنا. باش تقولي لهم الانواع اللي عندك؟ عندي باكستانية، عندي صلالية، اوكي، وعندي عربية. تبيعي؟ لا لا ما ام سالم ما تبيع بشكل عام، لكن اللي حاب ياخذ من عندها عسبة انه يهجن او يغير بالنسل يلعب بالنسل تبايعهم، يعني ما عندش مشكلة؟ لا والله. وام سالم تقول انه يسكن عندهم العسل لكن ما يطلع، يجي العسل ويسووا ويشرب العسل ويروح بعد وما حد يطلع له. ام سالم تعرفي بالطب الشعبي، تعرفي بالادويه مال اليابل، كونش مال الابواب، ويشوفوا اليهال والشالين، شوفوا الشالين الصغاريه. شوفوا الاطفال كيف عايشين بين الحيوانات، الحين لو تسالوا الجيل هذا ما يعرفوا وش الحيوانات هذه، شوفوا كيف يلعبوا اليهال تبارك الرحمن. اعرف اليعدة والحرمل والصخبر وش بعد و انت تحضر اليبل؟ اصير احيانا اصير الحين تعبانه والله خلاص متعبانة. الله يعطيك الصحه والعافيه. بتراويني العزبه؟ هذا الدياي الدياي، انا ما احب الدياي. انت ما تحب الدياي؟ ريحتهم يا جماعة الخير، هي ما تبيع بيضة دياي بس توزع، اللي يبى بيضة هي عندها بيضة بلاد. الله يبارك لك فيه يا رب العالمين. هذا الدياي ترى مال البلاد، هي توزع البيض ما تبيع، فاللي حاب ياخذ. انا عقب بحط لكم رقمها، اللي يبى بيض اللي يبى ذبايح. هذا شو؟ نغال. نغال هذا نغال، يسموه نغال، نوعه اسمه نغال. ما شاء الله. خذتنا جولة طيبة صراحة بالمكان، حرمة طيبة وحليلة، الله يعطيها الصحة والعافية. تباكم تشوفوا العزبة، تشوفوا حياتهم كيف، الله يعطيها الصحة والعافية. قاعدة تاخذنا لفة في المكان كامل، هذا كله هي بس تبى تعرفكم انتوا يا المتابعين. شوفوا اخونا البادي عيبوا هذا الفحل الباكستاني، على طولك البادي، البادي على طولك، ما شاء الله حجمه بحجم البقره الصغيره، ما شاء الله تبارك الله، راسه عود بعد يشرب ماء. وينك؟ وين انتاجه؟ البيطري مال قربستان والحمد لله يعني. لا هذه من يوم ما جبتها من عند نسيبي هذا جايبتها، شوف كيف يعني. يا جماعة الخير ترى هذه حياة الأوليين، الحياة البسيطة العفوية بين الحيوانات والدبش والزراعة والنخل واليبال، وأهل هالمنطقة ترى كلهم شي عايشين حياة بسيطة
وحياة جدا عفوية، وحتى لو تلاحظ اليهال متعودين على المكان والحيوانات وعلى ال هذا ابو عزبنا والبالنا ما شاء الله بس احنا هنا الحين. انت في اليوم هذا كم تربي تبيع انتو بشكل عام؟ اليوم انه هو ما شاء الله اليوم اول موسم. اول موسم هذا سمعتوا اليوم هذا اول بلال البحر شو كيف هي تطلع؟ تطلع يوم الحر البحر تطلع ايه؟ يوم البحر بارد ما تطلع. اها الحين القيط راح البحر الحر شوف نعم هذه ضغوتها تكون في البحر صح؟ ضغوتها تكون في البحر. البحر هذه غير عن السمك. بعد الحلوى يوه ردينا لأم سالم لأن هي تطبخ الحين براويكم الطبخة اللي قاعدة تسويها لنا. عاد شوفوا بالقيمات بالعسل مال البلاد عسل. الحين سايرين ويا أم سالم شوفوا القدر مالها وشو مسوية لنا جاية بلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أوب 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 أوب. شوفوا هذا فريد البلاد ما شاء الله ريحته طيبة طبخ على الحطب يعطيها العافية والله جزاها الله خير. يا جماعة ترى سووا ببالكم والله العظيم هذا دعوة خاصة كانت منها وكانت تباني بس أزورها لا في شيء مقابل هذا ولا هم يحسنون. وللأمانة كان هدفها فقط أنكم تشوفوا حياتهم البسيطة وتتعرفوا على منطقتهم تتعرفوا على عزبتهم فيعطيها العافية. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين والله يلبس ثوب الصحة يا رب. تعالي نور كالعادة هذا تكريم بسيط منه لأم سالم لحسن كرمها وضيافتها لنا مع أنه شيء بسيط لكن طبعاً يعطيك العافية أم سالم وصراحة تشرفنا نحن بزيارتنا لكم ويعطيك العافية وكفيتي ووفيتي وأتمنى الكل استفاد من